مساء الليل، ازيكم عاملين ايه؟ تحت في صندوق الوصف كل مواقع التواصل الخاصه بيا وجروب التليجرام اللي انا بتواصل معاكم فيه. تنسوش بس انتوا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس، لان في بعضكم بيشتكي ان الحلقات ما بتوصلوش او ان ما بيوصلوش اشعارات ببدايه الحلقات الجديده اللي بقدمها سواء على قناتي دي او قناه العراف هادر. انا احمد، كنت قاعد في البيت مركز، كنت ماسك نوتس قاعد بحسب فيها حسبة معينة وبسجل الحسبة دي هنا وهنا، لما شميت ريحتها. بس دي مش سندس، دي وهج. ريحة اللافندر ملت البيت. بصيت لقيتها جاية بتبتسم، حسيت في لحظة انها سندس لما جت وابتسمت وردت لها الابتسامة ابتسامة. ازيك؟ قلت لها تمام الحمد لله. وانتي؟ هنا هزت راسها وراحت مشيت عشان تقعد قدامي. لما قمت قلت لها لا 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 مش هنا، اقعدي هنا. هنا بصت لي باستغراب، قالت لي ليه؟ شاورت لها على الكرسي اللي كانت تقعد عليه، قلت لها ده كرسي سندس. قالت لي بس السندس مش هنا، مش هتعرف. بس انا هنا وعارف، فغيروا الكرسي، تعالوا اقعدي على الكرسي التاني او اقعدي في اي مكان تاني. كنت بكلمها وانا مبتسم لما بصت لي باستغراب زي ما تكون بتقول ليه، وجت قعدت جنبي. قالت لي انت بتعمل ايه؟ فقلت لها انا بحسب حسبة فلوس كده. فقالت لي طب اساعدك؟ هنا انا ضحكت، انا بسمع الكلام ده كتير. قلت لها ماشي ساعديني. بصي انا عايز موبايل جديد لان موبايلي اتكسر. فبصت لي كده حسيت انها مش فاهماني بس هزت دماغها. قلت لها فدلوقتي الفلوس اللي معايا تعمل حاجه من الاتنين، اجيب موبايل ولا ادفع ايجار الشقه عندي. وضحكت فبصت لي واستغربت ومدت ايدها ليا بتقول لي ايه رأيك في ده؟ كان خاتم الماس ضخم حجمه كبير. فقلت لها جميل. قالت لي طب خليه معاك كده شوفه وقول لي يسوى كام احمد عندكم هنا. فمسكته وقلبت فيه وضحكت، قلت لها هو انت مزنوقة ولا ايه؟ فابتسمت. مسكته وقعدت اقلب فيه، قلت لها ده يسوى كتير على فكرة وهج. قالت لي يعني كتير قد ايه؟ قلت لها يعني ده مرتبي مثلا في 25 سنة. فقالت طيب تمام خده وهات اللي انت عايزه. هنا فجرت ضحك بصراحة، قعدت اضحك مش منها، قعدت اضحك وانا بقول في بالي ما بتتغيروش ما بتزهقوش ابدا، هي نفس الاساليب. لما قالت لي انت بتضحك ليه؟ قلت لها بصي وهج، تعتقدي ان واحد زيه اتفتحت له البوابات ونزل كهوف الجن وتعلم الاسماء وترمز بالرموز وخد الرموز كلها ما تعرضش عليه اضعاف ده؟ فبصيت له قالت لي انا مش فاهم احمد. انا رجعت لها الخاتم وقلت لها هتفهمي بعدين وهج. انا ردت وقالت انت غريب. قلت لها ما انا عارف ايه الغريب كده. هنا قامت وقالت انا همشي ومشيت. لما مشيت انا ضحكت من تصرفاتها، كانت بتحاول تبقى نسخة من سندس. وقعدت اكمل شغلي. بعد تقريبا 4 أو 5 أيام كنت واقف في البلكونة بشرب قهوة لما سندس ظهرت من عدم من غير ما اعرف انها جاية اصلا. كنت لسه اقول لها اهلا لقيت نفسي تحت. هنا انا صدعت، انا واخد على النزول بس بكون جاهز ليه. صدعت وداني وجعتني وحسيت برعشة في جسمي وسمعت صوتها وهي بتقول انت كويس؟ انا كنت قاعد على السرير او نايم على السرير، عارف سندس لما بتعمل كده يعني حاجة مهمة. فرديت بصوت واطي قلت لها ايوه في ايه؟ قالت لي طيب كويس، ركز في الكلام اللي انا اقوله لك دوت. بصيت لها وقلت لها قولي.
أحمد وهج بتجهز بشري للنزول هنا. فبصيت لها قلت لها هنا فين وبشري ايه؟ مش فاهم. قالت لي أحمد ركز ولا لسه انت دايخ؟ قلت لها لا أنا مركز بس مش فاهم حاجة يعني، بالراحة شوية شوية. شوف أحمد، وهج بتتواصل مع بشري فوق علشان يكون زيك، له مكان في أرض الجن. فسكت شوية قلت لها طيب أنا عندي سؤالين. في حقيقة الأمر أنا كنت بحاول أجمع دماغي. شاورت قول، قلت لها أولا هي ليه تعمل كده؟ هنا رد السندس باستغراب، قالت نكاية فيا، زي ما انت معايا ومأذون لك هي كمان. فضحكت وقلت في نفسي غيرة عفاريت يعني، بس عادي يا ستي انا بكلمها مش مشكلة، خليها تعمل اللي هي عايزه. بس سندس ما ابتسمتش على الكلمة اللي انا قلتها، بالعكس عينيها بان فيها الغضب واللوم في نفس الوقت. فانا فهمت انها ما تقبلتش الضحكه اللي انا ضحكتها، فشوت لها طيب عندي سؤال تاني، هو ينفع تعمل كده؟ فردت قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني ينفع انها تجيب حد من فوق وتنزله كده يعني ويكون وضعه طبيعي؟ قالت لي قطعا لا. فزيت دماغي قلت لها ازاي قطعا لا؟ فبصت لي وقالت لي بص احمد، سيافين الممالك والبوابات عارفينك بترميزك، وعارفين اذناتك، وعارفين ان معاك الاذن وان معاك الاسماء، وان مش اي حد بياخد الاسماء والاذنات ديت، لان من كل مملكة في ارض الجن في رمز، وانت جمعت الرموز ديت، من غيرها مش هتتفتح لك البوابات ومش هيتسمح لك بالدخول، ومش هتقدر تعدي او تعبر الا بالرموز ديت، ودي رموز مقدسة ممنوع حتى ملوك الجن العاديين ان يطلعوا عليها او يعرفوها. كنت بسمع الكلام دوت وهي عمالة تتكلم، دي خطط من قرون ومنحنا الاذن ليك انت بس، وبالتالي مش هيقدر يعدي من البوابات اصلا، ومش هيقدر يعدي من السيافين. فانا قلت لها بعد ما فكرت لها طب ممكن ينزل مع وهج. قالت لي ما تقدرش احمد، ما تقدرش، قدرة النقل مش سهلة عليها انها تدخل بيه وسط السيافين وتعبر بيه البوابات ديت. بصت لها كده وسكت لما كملت، دول خاضعين لهيئة ملكية مش لحد تاني. قلت لها طب وازاي يعني؟ كان في دماغي حاجه، طب ما انا بنزل مع لاتينو سفين ازاي في الاول؟ قالت لي لما حد من عندي كان بياخدك ترميزك بيعديهم، لكن ما يقدروش على كده الوهج لوحدها. قلت لها طيب هي عارفه كده؟ فردت ايوه بس عايزه تجرب، عناد وكبرياء. قلت لها طب انا هعمل ايه طيب يعني؟ مش عارف، ما دي اختك انا هعمل، وفعلا ما كنتش عارف اعمل ايه. قلت له بص احمد، اوصل للبشر ده واقنعه يبعد عنها، وعلى فكرة هو ساحر. فانا طلعت مني الاراضية، قلت لها كمان كافر؟ فبصت لي بعينيها الميتة، ردت احمد بدل ما يموت وترجع تقول انتوا السبب، انا بالنسبة لي ولا اي شيء البشري ده، واضعاف اضعاف منه ما يفرقوش عندي بحاجة، بس انا عارفاك انت ضعيف قدام جنسك. هنا بصيت لها وقلت لها طيب مكانه فين ولا عايش فين؟ اديتني العنوان فعلا وطلعت. بعد يومين تقريبا رحت العنوان، كانت عمارة شيك قوي 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 في منطقة راقية، مش منطقة عشوائية او منطقة تعبانة. وطلعت الدور فعلا اللي هو فيه وخبطت وفتح الباب. كان تقريبا شاب في سني تقريبا، كان شكله شيك قوي
لما لسه هتكلم لقيته بيقول لي اهلا سيد احمد اتفضل من على الباب. دخلت ما استغربتش لان متاكد ان وهج اكيد منبهاه او وهج اكيد قايل له حاجه. دخلت وقعدت شقه نظيفه بقول في دماغي السحر اتطوروا طوروا اساليبهم يا ترى في ايه تاني. لما سمعت بيقول تشرب ايه فقلت له لا شكرا. هنا بدا يتكلم ازاي ده انت الاسطوره في بيتنا. فهزت له دماغي قلت له شكرا انا جاي بس اكلمك في موضوع لمده دقيقتين بس وماشي مش محتاج اي حاجه. هنا بص له قال لي اتفضل موضوع ايه. قلت له في موضوع هكلمك فيه موضوع مهم. بص سيد احمد احنا سمعنا عن وجود بشري تحت وان في بشر بينزل ويطلع لممالك الجن. في الاول ما كناش مصدقين الموضوع دوت لان محدش يعرفك ولا يعرف شكلك او اسمك. حتى الروحانيات اللي معانا كانت بتخاف تهمس باسمك كانت بتخاف تقول لنا حتى وصفك. كل اللي سمعناه اقاويل وكلام وانت مرة واحدة في بيتي ده شيء كبير عندي قوي. انا رفعت له ايدي وشاورت له قلت له ممكن نتكلم ممكن نبدأ في الموضوع لان بزهق بسرعة. معلش انا اسف بس انا بزهق من الكلام الكتير. هنا بصلي بتعجب وقال لي انت طبعك من طبعهم. انا كنت بدأت ازهق فعلا. هنا قلت له على طول مباشرة انت داخل على مصيبة على كارثة كبيرة واي من كان قال لك غير كده مش صحيح والكلام ده كلام فاضي. انا عارف انك ساحر ده حسابك بينك وبين ربنا. انا مش جاي اقول لك توب على ايدي او ما تتوبش حاجة بينك وبين ربنا بس الطريق ده مش ليك واحسن لك تبعد عنه وما تكملش فيه. مفيش داعي تدخل نفسك في سكة اللي يروح ما يرجعش. هنا وقف وقال كلمة غريبة استاذ احمد هو انت عايز تاخد كل الرزق كل حاجة عايز تاخدها وبعد كده ايه المشكلة انا الملكة بنفسها طلبتني. هو انت ما بتحبش الخير لحد ليه كده؟ وبعدين مهما رحنا او نزلنا انت استاذنا وانت كبرنا انت كل حاجة. احنا كنا فاكرينك عجوز شاب عجوز شايب ما نعرفش انك شاب ورياضي. كنت ببصله في حقيقة الامر ان انا كنت قرفان كنت قرفان منه جامد يا بولي انا ريت تسيبه يموت. ولما كمل وقال وانا عايز اجرب فقمت وقفت وقلت له على فكرة اقول لك حاجة اللي كلمتك بتكذب ده أول حاجة أنت مش مصرح لك بالدخول هتموت افهم. وعليت صوتي. تاني حاجة أنا مش زيكم ولا منكم أنتوا كفرة أنا مش كافر أنتوا ملعونين أنا مش ملعون. فأنا جاي أقول لك الكلمتين دول خلي بالك هتموت. هنا قال ما تقلقش هي هتتصرف. بعدين الأيام دول قالها باستهزاء هو قصده أن شوية كانت ليك وشوية هتبقى ليا. ابتسمت وسبته ومشيت جوايا غضب بس مش هتصرف ارجع وخلاص خليه هو بقى براحته. رجعت البيت وندهت على سندس جت تقريبا بعد ساعة وحكيت لها عن كل كلمة اتقالت. فقالت لي خلاص انت عملت اللي يريحك عشان ما تجيش بعد كده تقول كذا وكذا وكذا وكذا. وسكتت. كنت بفكر كنت قاعد بفكر لما بصت لي وقالت لي مالك كده مش عارف. فقالت لي هو انا امتى مش هقدر ادخل دماغك احمد سيبني اساعدك. قلت لها بص سندس هكلم انا وهج. فهزت كتفها باستهتار يعني براحتك وراحت. انا كنت تعبان فنمت نمت نوم عميق. تاني يوم رحت خلصت حاجات عندي الصبح وبالليل كنت قاعد ومجهز نفسي ان انا فعلا هتواصل مع وهج. وندهت على وهج تقريبا ربع ساعة وريحة اللافندر ملت البيت وطلعت لي من المطبخ مبتسمة كانت ماشية واحدة واحدة. رديت الابتسامة بابتسامة وقعدت انت عايزني. هنا قلت في سري دي كلمة سندس
دي بتحاول تاخد مكانها في كل حاجة وتقلدها في كل شيء. لما قلت لها بصي وهج، اللي بتعمليه ده غلط، اللي انت بتعمليه ده غلط، انت بتخالفي عهود ومواثيق واقسام وناموس كبير، خلي بالك ده غلط. انت هنا قامت منفوضة، ملحقتش اكمل وشها احمر، بدأت تتكلم. انت يا انسي بتعلمني الغلط من الصح، انت يا بشري انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. ورجعت لورا شوية وشاورت بايدها عليا، انا عارفة تعمل ايه. لما شاورت على صدري حسيت بألم. هنا بديت أردد آية الكرسي كذا مرة بصوت عالي وبقوة في ثانية، كانتش موجودة قدامي، ما كانتش موجودة قدامي. هنا عرفت حاجة، إن وهج مفيش فايدة في الكلام معاها في أي حاجة مستقبلية بعد كده، أنا لازم أحاول مع الشخص ده التاني. كان جواي إحساس، يعني احساس ان انا متضايق، ممكن الراجل ده بيعمل كده عشان سمع عني فاكر ان العملية سهلة، تأنيب ضمير، بس انا كنت تعبان كنت عايز انام. فدخلت انام، وانا على السرير بنام حسيت بحاجة بتقعد ورايا، بس ما قلقتش لان ريحة الياسمين مالت الأوضة. لفيت لقيتها بتقول لي انت تعبان، فتعدلت قلت لها لا مرهق، بس كانت بتحاول تأذيني سندس. هنا هز دماغها قالت لي هي دي وهج، مفيش فايدة فيها. قلت لها بص عموما انا هحاول مع الشخص التاني ده لاخر مرة عشان كده ضميري ما يعذبنيش او يأنبني بعد كده. هنا هز دماغها سندس ومشيت، ونمت نمت نوم عميق. تاني يوم عديت على نفس الشخص ده في شقته، قابلني بس مش بترحاب زي اخر مرة او باهتمام. قلت له بص انا اخر مرة هجيلك، بس عايز افهمك الامر بيمشي ازاي عشان تبقى حر في اتخاذ قراراتك. هنا سكت وبدأ يسمع. قلت له اولا مش اي حد ينزل ويطلع. هنا رد وقال لا فيه، فابتسمت قلت له مين غير ممكن يطلع وينزل؟ هنا رد وقال أبناء الجن. قلت له أبناء الجن كمل، قال أو المبدلين. فابتسمت قلت له أنت سامع عني من إمتى؟ قال لي من زمان. قلت له تمام، يعني أنت سمعت عني من زمان. أنت عندك شك 1 في المليون في كمية المعلومات اللي ممكن تكون عندي مش موجودة أصلا عند أي حد؟ قال لي أبدا أبدا. قلت له طب اسمعني اسمعني كويس، مفيش حاجة اسمها أبناء جن أو مبدلين أو الكلام ده كله، الكلام ده كله أنت عارف بدأ منين، وأنت عارف العقيدة ديت عقيدة الزهريين من زمان، وأنت عارف إنه كذب، أنا مش زبون عندك عشان تشتغلني، فاهم؟ هنا سكت، كان صوت إحاد، حسيت بخوفه، حسيت إن في رهبة منه لما قال أنا آسف، أنا فعلا عارف إن مفيش حاجة زي كده أو إن مفيش الكلام دوت، بس كتير بيرددوا إنه صح، بس أنا عمري ما قابلته في حياتي، فاندفعت وقلته لك مباشرة. قلت له تمام، اسمعني بقى عشان تفهم. أولا مش هتتحمل النزول، مفيش حد أو مش هتقدر تتحمل النزول مباشرة، أنا اتدربت عليه فترة طويلة جدا. ثانيا حتى لو تحملت النزول السيفون مش هيسمحوا لك تعدي، مستحيل تعدي ولا هتقدر تعدي، ولو عرفت تعدي مش هتتحمل ان حد يطلع فجأة ما يعرفش بوجودك في المكان دوت ويطلع لك من غير تشكيل، وحتى لو هتبقى مطارد منهم مدى الحياة فوق وتحت، يعني ميت ميت، فاهم؟ هنا سكت ومال بودنه شمال. هنا عرفت انها موجودة، فصرخت وهج اظهري نفسك. هنا الرجل اتخض
خض فعلا، خصوصا لما شاف بداية تشكيل وهج من الضلمة بتاع الأوضة اللي بابها مفتوح وطلعها منها، وبصله وقال لي انت مبروك. عرفت ازاي؟ بصيت له كده بقرف، كنت عايز اقول له مبروك انت هبل. كنت مركز في وهج لما دخلت ووطت تاني دماغه وقال لها اهلا بسيادنا، اهلا بيكو هنا. ما قدرتش اسكت فقطعته بغضب، اسيادك انت بس، لكن انا لا، انا ماليش اسياد. هنا ابتسمت وهج وبدت تتمتم بالسريانية وبعدت تتكلم وبتشاور عليا، فشاورت لها بايدي ونطقت بحرفين بس، فوقفت وعينيها برقت. هنا لازم ارجع بيكو فلاش باك لورا، لما السندس كانت عندي بعد ما طلعت من الراجل ده اول مرة، وانا تعبان على السرير، قلت لها ان انا عايز انام وان انا هكلم الراجل ده لاخر مرة، لان وهج هي اللي عايزة تعمل كل ده. هنا وطت عليا وهمست في ودني فابتسمت. السندس اديتني اسم وهج وزجرها، ونبتدي نرجع تاني لوهج اللي كانت بتبرق من الصدمة، كانتش متصورة ان انا ممكن اوصل لده. كنت ببص للراجل في نفس الوقت اللي كان واقف شمال وبقول له اسيادك انت، انا لا فاهم صح وهج. فبصت لي وهج كانت بتبص لي بغضب وشاورت لها انا ماليش سيد وهج، انا ماليش سيد، فاهمة؟ واللي بتعمليه ده غلط، انت بتيجي الانسان اهبل بتفرض سيطرتك عليه وبتفرض ارادتك عليه لانه مش فاهم. في اللحظة اللي انا قلت فيها دي راحت وهج من قدامي، والراجل كان عمال بيبصلي بذهول، كان مذهول مش عارف ايه اللي بيحصل ده. وقبل ما يتكلم قلت له اسمع، ده اخر حاجة عندي، انا مش هكلمك في الموضوع ده تاني، انت حر، بس ده طريق رايح ما يرجعش، عشان تبقى عارف ده طريق بدون رجعة. وسبته ومشيت، مكانش عندي سعادة انا اضيع وقت معه اكتر من كده. رجعت البيت وخدت دوش وقعدت شوية، قعدت عملت قهوة، كنت طالب اكل لما جت سندس، كانت جاية بتبتسم، فرديت الابتسامة بابتسامة. مشيت سندس وجت قعدت جنبي، لما جت قعدت جنب السندس حسيت ان عايزة تتكلم وعايزة تقول حاجة، وانا عارف سندس وفاهمها كويس. هنا بصت له وقالت وهج نزلت بالبشري تحت. هنا انا ما استحملتش فزعقت، طلع برضو يعني مفيش فايدة لا فيه ولا فيها، برضو تاني براحتهم، انا مش واصي على حد، انا عملت اللي يملي عليا ضميري وخلاص. كانت ساكتة ما ردتش، وانا عارف انها بتسكت يعني تسكت ما تردش عليا، يعني في تكملة لكلامها. قلت لها حصل ايه تاني؟ انا ردت وقالت مات. سكت شوية معلقتش، بعد شوية قلت لها مات؟ مات ازاي؟ مين اللي موته؟ فردت وقالت ابدا، سيافين البوابة حراس البوابات. هزيت دماغي خلاص، طب انا هعمل ايه؟ دخلت الاوضه لبست وطلعت للسندس اللي كانت بتبص لي باستغراب، سبتها ودخلت. فبتقول لي انت لبست ليه؟ قلت لها بص سندس انا نازل تحت لوهج. هنا ردت قالت احمد دي اختي من ملوك الجان. هنا مديت لها ايد عشان اوقفها، مديت ايد عشان اوقفها، قلت لها بصي اقول لك حاجه يا سندس، الملك هو الله، فاهمه؟ بيكي من غيرك هنزل. في ثانيه كنت تحت. سندس عارفه دماغي، عارفه ان انا كده كده هنزل وهعمل اللي انا عايزه، وعارفه دماغي ماشيه ازاي. في ثانيه لقيت نفسي في الصحراء واقف لوحدي، عرفت ان وهج قريبه، المكان اللي نزلتني فيه سندس ده هي هتكون فيه. سندس مش عايز تتدخل طبعا، ف بعدت نفسها عن الموضوع دوت. ناديت وبدأت أندع على وهج، وفعلا
شوية وبدت عيون تظهر في الضلمة اللي قدامي. كنت لابس قناعي لما شفت وهج، أو بمعنى أوضح وأصح شميت ريحتها، كانت جاية ماشية واحدة واحدة ولا كأني في أي حاجة ولا كأنها عملت أي حاجة، وحواليها كان قطيع ذئاب. عرفت إن قطيع الذئاب اللي حواليها دول هم أعوانها. هنا ابتسمت، شاورت لها وقلت لها اللي انت بتعمليه ده غلط، النهاردة ده مات وده تعدي على العهود والمواثيق مع البشر. قبل ما اكمل شاورت بتوقفني، انا ما عملتش حاجة، هو اللي كان عايز يقلدك، انت بقيت قدوة ليهم فبالتالي انت اللي تتحمل، لان هو عايز يبقى زيك، انا بس حاولت اساعده. هنا رفعت ايدي انا التاني في وشها، قلت لها لا وهج، الكلام ده مش صحيح، مش هو اللي عايز يقلدني وهج، انت اللي بتقلدي السندس في كل حاجة، في لبسها، في طريقتها، في حركاتها، في مشيها، في تصرفاتها، في كل حاجة، انت بتحاولي تستنسخي السندس فيكي، انت بتحاولي تبقي السندس، بس نسيتي حاجة، ان الروح واحدة وعمرك ما هتبقي السندس، وعمري ما هبقى غير مع السندس، فاهمة؟ كنت بقولها بقرف وغضب. هنا وشها بدأ يتغير، فعلا بدأ يتغير، واللي حواليها بدأوا يزوم، وشاورت بغضب، انت نسيت نفسك يا انسي، وفاكر ان السندس هتحميك او هتقدر تحميك، انا وهج بنت ملك الملوك. هنا وهي بتقول الكلمة دي زعقت لها، قلت لها مش محتاج حد يحميني، فاهمة؟ انا مش محتاج حد يحميني، انا معايا ربنا سبحانه وتعالى، انا مش مسموع، مش محتاج حد يحميني، انا احمد اللي سمح له بالعبور غصب عنك، فاهمه؟ هنا توتر الامر شويه وشاورت وراها وقالت انت وليمه للذئاب ديت، وشاورت لهم. بدا اتنين منهم يتحركوا بالراحه ويقربوا مني شويه شويه، بس وقفوا على بعد مترين مني، وقفوا كانوا بيبصوا بخوف وتردد لبعض والوهج تاني، وكانوا بيبصوا لعناية من فتحة الشبك القناع اللي كانت بتبص لهم بقرف. ووقفوا هنا اتجننت وهج، وبرجلها ضربتهم، رمتهم بعيد، وتحولت لكائن مجنون، لكائن غريب جدا. انت بتستعدي اعدائي واتباعي عليا، انت عارف انا مين وانت مين؟ طلع بصي وهج لاخر مرة، ما تخليناش نخسر بعض، وقفي مع نفسك كده وفكري في اللي انت بتعمليه دوت، فاهمة؟ فكري اكتر من كده. وديتها ظهري وبعدت. الغريب اني ما سمعت صوتها نهائيا بعد الكلمتين دول، مشيت تقريبا 50 متر او 60 متر لما لقيت حد ماشي معايا، بصيت لقيتها سندس كانت ماشية جنبي بتبصلي وبتبتسم وبتقولي مش عارفة اقولك ايه، انت ما كنتش خايف وانا مش معاك؟ هنا ابتسمت ورديت عليها وقلت لها اللي ربنا معاه ما بيخافش، وعارف في نفس الوقت سندس انك اكيد متابعة في مكان ما، وان لو حصل اي حاجة هتيجي، وخصوصا انك كنتي فوق. شاورت لها على السما فوق، لما ضحكت وهزت دماغها قالت لي صح، على فكره مبروك. قلت لها مبروك على ايه؟ قالت لي انت كسبت عداوه جديده لملكه من ملوك الجن. انا بصيت لها وابتسمت وقلت لها لا لا سندس، الملك هو الله فقط. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم قريب. تنسوش تنزلوا تحت في صندوق الوصف هتلاقوا كل مواقع جروب التليجرام. اذا عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك وكومنت وشير. شكرا ليكم، مع السلامه.